قطة كات. قطة كات. تليفون تليفون. تليفون تليفون. كلب دوك. كلب دوك. سلام عليك يا عز الدين، وانت قادر كده تتحكم في السبعة. أمال أنا أبو الصراع عز الدين السبعاوي. أيوه خلص مع عز الدين السبعاوي. وهي كاملة السبعاوي، يعني ما ينفعش تبقى تمنياوي. بس أنا ناوي. إيه بس إحنا عايزين نبتدي الدرس بقى زي. نبتدي أمري يا نوارة يا منورة الوزارة. شكراً. كلب عاملة فيها دوار ده بالطغاة. لعلمك خالتي مخها جامد جداً. أنا ما عنديش علم، من ناحية العلم مخي فاضي خالص، بس ملقط حلو قوي. طب اسكت بقى، لخالتي تسمعك وتاكلك وتاكلني وتاكل العيل اللي ايدك دول. فرصة أريح شوية لحد ما يخلصوا الدروس. لا ريح أنت براحتك، أنا متابع نوارة، قصدي متابع الحركة. حركة ايه يا عز الدين؟ الحركة التعليمية. براحتك، عن اذنكم. نوارة نوارة يا منورة العمارة. أأمرني يا قمر الدين. أنا عايز أطمن على مستوى الأولاد. لا اطمن، مستواهم بقى جامد قوي عن الأول. إحنا لسه ما خدناش حاجة. تأكد يا قمر الدين إن أولاد إخواتك هيتعلموا اللغة زي ما بيقولوا الطلاب. الله، أنا كده بقى أقعد مستريح وضميري ريلاكس. باي باي يا قمر الدين، باي باي. الله الله عليكي وعلى حلاوتك على باي باي بالإنجليزي دي، عسل. جود باي يا نوارة يا مشعشعة في الوزارة. جود باي يا قمر الدين. جود باي. الله جود باي. أنا كده بقى أقعد وأنا مطمن على اللغات. يلا بينا يا ولاد، هنبتدي بلغة الجامعات. يعني نقفل الكتب؟ اقفلوها يا ولاد. أحسن برضه. احنا بقى هنفبرك عشان ما نطلعش شلتي مليتي. يعني ايه شلتي مليتي؟ ما هي دي لغة الجامعات. نفسنا نتعلم اللغات دي عشان لما ندخل الجامعة نفهم الكلام ده. وخدوا في بالكم، اللي مش هيتعلم ويفهم هنحوله على جامعات جنوب الوادي. يلا تعالي يا بنت يا اوزي هنا جنبي. ايه اوزي دي؟ انا اسمي رابا. ما اوزي دي يعني صغيرة. يلا تعالي هنا جنبي. وانت يا مزه بقى تعالي جنبي. يعني ايه مزه؟ يا مزه يعني انت يا حلوه يا صغيره بنوته صغننه زيك. وانت يا سكموني يا قمر، انت ما تاخدني جنبي. متلمي نفسك يا بنت. الله، فاين فاين، هي دي اللغات اللي نفسي الاولاد يتعلموها. جود فيري جود. اشموني جيزه 30. مش ممكن. مالك مالك يا كاملة يا أختي؟ مالك يا طنط؟ بس مالك مالك يا ست كام؟ حلمت حلم وحش. كابوس رجالك. الكابوس تاني؟ الكابوس أرحم منكم. يلا يلا اتفضلوا علشان تكملوا درس الإنجليزي. الدرس ده بدفع فيه فلوس ماني. جود نايت. جود نايت بالانجليزي يعني تصبح على خير. يا سلام يا سيدي، يا عيني على اللغة الأوروبية الأولى اللي بتقولها عليكي. جو. مستقنيس أي مستريح. ولوكل يعني بيئة. وشراب يعني معفن. ايه انا شرابي نضيف. كملوا كملوا. مزبهل يعني مذهول زي كاني كده. ها وبعدين يا طن؟ اما فاصل شحن يعني عاوز ينام زي ريشه. انا مستقنيسه على الاخر. يا مستقنيسه انت، الله اكبر، ادي اول واحده اتعلمت اهي. ويقول لك بقى ايه؟ الابلاتين لدع في دهاليز الحياه. الابلاتين لدع في دهاليز الحياه يعني يعني مفلح.
قال لي أدبه؟ أنا مرة واحد قال لي أدبه عليا بستفته وحجمسته وحزيته. يعني إيه اللي بتقوله ده؟ يعني بهدلته ومصلحت منه، ولو ما تلمتش بقى ها أنا اللي حبستفه. هو مين ده يا طارق؟ هو عارف نفسه كويس بس بيتهوبص. أنا بتهوبص؟ أنا؟ طب ده أنا حتى على نياتي. ماشي لينا تلاجة أرد عليكي فيها. إيه أخباركم مع اللغات يا أولاد؟ فل يا عمو يا مكيش القفف. أصلها تقول لك يعني تعلمت ده كويس؟ أنا اللي عايز أفهم مكيف القفف دي يعني إيه؟ في الآخر هفهمها لك يا رزة. أنا مستقنيس وفاهم كل حاجة. وإنتوا يا عصافير فهمتوا ولا لأ؟ احنا عيال قادرة وكفاءة ودكتورة في الحدائق. قصدهم يقولولكوا انهم بقوا دكاترة في اللغات. مهما نستيقانياس ومهما اللالي هشوفونا فوق 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 في العلالي. مهما نستيقانياس ومهما اللالي هشوفونا فوق 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 في العلالي. شايف العضلات يا رزة؟ اه شايف، بس انا ممكن العب مد وثاني على فكرة. مد وثاني ده ايه؟ طب العب عقلة. قلت انت شكلك هتعصبني عليك. طب العب مد وثاني. يا غالي انت اتجننت. بس هو مش قصده يا عم العضلات، احنا اسفين مش قصده. خلاص ولا كأن في حد لمسته. على فكرة هي مش بالعضلات يعني. ايوه هي بالقلب والدماغ. ولا شكل اخباركم انتوا الاثنين في بعض ولا اخباركم وحطكم في التلاجة. بس هو مش قصده، وعلى فكرة العقل السليم في الجسم السليم. وعشان اعرفك ان انا عاقل ادي حاجتكم الساعة والفلوس اهي. السلام عليكم. شاكين شاكين عم الباشا العضلات. شكرا يا بيه. يا عم باشا العضلات شكرا. يلا شفت بقى انا ازاي بعقلي فهمته؟ ماشي شطابي بقى علشان عايز العب شوية رياضة. واحد اثنين ثلاث. عضلاتي تكبر وتقوى. ايوه ولما عضلاتك بقى تكبر وتقوى هتعمل ايه ببقك؟ بقي؟ لا بقي ده بقى يبقى جامد قوي بعد الجواز. ايوه هتعمل ايه بيه يعني لما يبقى قوي؟ لا بقى انا عارف اسد معاكي ساعتها بقى لما نتخانق. نتخانق ايه بس يا رزة؟ ان انا كوني رومانسيه وحنيه. خلاص اقوي لك عضلاتي الرومانسيه. يا لهوي هي رومانسيه بالعضلات؟ الرومانسيه دي وسجام ومشاعر كده حلوه. مفيش هزار بالعضلات خالص. لا هزار ايه؟ اسمها مداعبه. اه عارفها دي. لا لعبيني ولا عبك لا كسر صوابعك صوابعك النونو لا بنتن تنتو. ايه هتكسرني صوابعي النون؟ انا عايز حاجه ساعه نونو. نونو ده انت اللي نونو. انا غلطان، انا غلطان اللي سمعت كلام الناس اللي روح عند رزه ونمله عشان تشرب حاجه ساقعه وهم نونو ومش هيتريقوا عليك. بس احنا مش بنتريق عليك، احنا ما عندناش حاجه ساقعه نونو. انا قصدي حاجه ساقعه صغننه. لا احنا ما عندناش غير صاروخ. خلاص اخد صاروخ اشرب نص النهارده واخلي الباقي لحد بكره. طب وليه انت كل لما تعطش تبقى تيجي تاخد لك بق؟ الله فكره يا رزه. خلاص اخد صاروخ اشرب بق واخلي الباقي براحتي لحد ما اعطش. لا انا ليك عندي بقى فكره تانية. إيه؟ انت ايه بقى تجيب شمسيتك وكرسيك ونضاره البحر بتاعتك وزعانفك ومايوك وتجيلنا هنا نرش لك شويه رمله وميه وتقعد معانا يا عم لاخر الصيف. صيف ايه بس يا رز؟ بقولك ايه يا عم الحاج، احنا فاضلنا خمس دقايق ونشطب. يلزمك ولا ما يلزمكش؟ شطبوا شطبوا الله يجازيهم، هم اللي قالوا روح اشرب من عند نمله ورزه. الله يجازيهم. يا عم روح اشرب من البحر. ايه يا رزه كنت هتغرقوا؟ الله امال يعني هو اللي غرقنا؟ بقى الصيف كله في ازازه حاجه ساقعه. انا اهو 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 قمر 14 اهو. جيت في وقتك يا قمر الدين. ايه ده؟ انت كنت معاده؟ لا ما تفهمناش غلط. هي كانت محتاجاني ولقتني في الوقت المناسب. عشان كده بقى انت عمال تقول لها انا هو انا هو انا هو. ايوه لان انا كمان محتاج لها جدا. ايه انت كمان محتاج لها جدا؟ انا من غير قمر
أضل. كلامك حلو يا قمر الدين. أنا شايف كده بقى إن إحنا ملناش لازمة، يلا بينا إحنا يا نملة. يلا فين؟ أنتوا بتستعبطوا؟ عيال أختي التانية سافروا طنطا وزمانهم نشروا اللغات كلها في وجه بحر. وولاد أختك بتوع اسكندرية موجودين، بس أنا عايزهم يتدربوا تدريب رياضي عشان لما يتدربوا ينسوا اللغة الهبامية. وطبعا المدرب هربان منهم. لا المدرب موجود. فين بقى يا ترى؟ موجود في اسكندرية. وبيعمل ايه في اسكندرية؟ بيعدي المنش. نعم هو المنش برضه في اسكندرية؟ امال فين؟ هو مين اللي فين؟ المدرب ولا المنش؟ لا المدرب احسن. مش فاضي. يبقى انت عايز مدرب رياضي كويس قوي. ايوه وعايزين كمان كباب وكفته وسلطات لزوم التغذيه بعد التمرينات. يا سلام جدع الجرح والتكيت. ايه ده انت تطلع على الريحه؟ واحنا طايين الريحه حتى. بس بس يبقى المدرب اللي انا هجيبه ما حصلش. عظيم. ايوه فعلا ما حصلش. ما حصلش الاوتوبيس لانه لو حصله كان فلقوا نصين من جموديته. يا سيدي يبقى احنا كده متفقين. انا هطلع بقى عشان اطلب المطعم يجيب الكباب والكفته والسلطات وانتوا هاتوا المدرب وحصلوني عشان نتغدى سوا. الشحن. كنت حنشه يا نورت العماره. 100 جنيه اهو بتاع كارت الشحن. سلام. سلام. يلا بينا بقى نطلع نشوف هنعمل ايه. يلا يلا بقى انا عايز اطلع بسرعه عشان نتغدى. انا جعان. وانا كمان. وانا كمان. عارفه لو عملتي خطك بيزنس هيدفع لك الفاتوره. وهو نبقى خلصنا بقى من كارت وشحن. طب انا ممكن اعمل خط بيزنس واشحن بس انا ما عنديش موبايل ولا عندي حد يكلمني ولا انا بكلم حد. بس انا بقى بموت ان انا اخد فلوس كارت الشحن. يا خالتي ارحميني بقى. ايه رجعنا تاني برضو لكروت الشحن. عندك حق يا نعم بس انا دلوقتي عندي مشكله جامده. ايه هي؟ اجيب منين مدرب الرياضه؟ انا مش للدرجه دي يعني. طب ايه رايكم بقى في شعري؟ طروقة جسمه حلو. يا سلام يا اختي. يعني هو مفيش غير طارق بتاعك ده بس اللي جسمه حلو؟ امال البيضة القمر العسل ده الطعم. انتي كميلة قمر يا اختي. جسمه ايه وحش؟ اذا كنت انتي ولا هي القرد في عينهم وغزال. انا جعان. خلاص انا جات لي الفكرة. مفيش غير انت. ايه هتاكلوني ولا ايه؟ قصدها ان احنا هنطلع نتغدى فوق. لا ايه هو اللي يلبس لبس الرياضه ويطلع يتشقلب ويمرن العيال كويس قوي. البس ترنج يعني؟ يا رزه هو المدرب ايه غير ترنج؟ ايوه يعني انا اول ما البس الترنج هبقى مدرب على طول. بقول لك ايه ان شاء الله حتى يلبس روب لوز. هي وصدري يبقى مفتوح كده ويقعد يلعب العاب رياضيه. ايوه ايوه. الرياضية ازاي يعني؟ الرياضية ازاي؟ مادة ثانية عقلة. ايه انت نسيت؟ ايوه طب افرضي العيال ما اقتنعتش بيا. تلعبهم العاب غريبة تبسطهم وتضحكهم. تضحكهم؟ طب ايه رأيك العبهم شيك على عالي؟ من طولك هتعملها على العالي. شوف لك لعبة على قدك. خلاص العبهم قول. طب هنجيب لك منين دلوقتي علبة ورنيش فاضية؟ لا 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 مش هينفع. شوف حاجة تانية غير الأولى. طب ألعبهم بلي. يبقى هيخسروك. طب خلاص بقى ألعبهم صلح. لا يمكن أبدا. أنا ما أقدرش أستغنى عنك. ده أنت لو خسرتهم هينزلوا فيك الضرب. ده من حظك يا منيل على عيني. إيه؟ إيه؟ أنت وهي. أنت. إيه؟ وأنا أقدر أستغنى عن روز ده. ده ضفر وده ضفر برقبة 10. يا شيخ روز ده؟ أيوه. عندك حق. رزده ده لا مثيل له. ده حتى ما ينفعش نعمل منه استنساخ. بقولك ايه يلا تخفى. انزل تحت السرير. يا عبيط تخفى مش تختفي. احنا بصراحه كلنا مش شايفين بعض من كتر ما احنا جعانين. وبعدين انا مش هعرف اكل. انا صوابعي كلها مدغدغه وكلي مدغدغه. يا يا حبيبتي
ما تخافيش يا حبيبتي، انا امسك لك الاكل واكل بدالك. يا حنين، انا افتكرتك هتاكلها زي العصفور كده. اكلها وما اكلش؟ اكلها الاول وبعدين كل انت. يا سلام يا اختي، عشان تكونوا خلصتوا الاكل كله. طب يلا اجهز بقى وخلص، احسن اتعذبت بالجوع. انا عايزاكم تتعذبوا طبعا، عشان لما تطلعوا في العلالي هتشوفوا اللي عمركم ما شفتوه. عايزين نشوف، عايزين نشوف، عايزين نشوف، عايزين نشوف. نحمر فرخه، نحمر فرخه، نشوي خروف ونشوي خروف. عايزين نشوف، عايزين نشوف، نحمر فرخه ونشوي خروف. عايزين نشوف، عايزين نشوف، نحمر فرخة ونشوي خروف. عايزين نشوف، عايزين نشوف، نحمر فرخة ونشوي خروف.